بداية وصول سيل وادي بنا في بداية شهر رمضان لهذا العام عام 2020، وهذا بقى المطل براس السيل وقصته ما بقيش عندنا. هذا كله محول سهل وادي بنا يومنا هذا الأربعاء الموافق 29/4/2020. ها عاد أول يوم ينزل هذا، نزل كله ما يمشون. هذا نزل كان عنده لا احنا جيت من جديد، ما نقدر يعني بيته هنا.